دشنت جمعية رعاية الصم والبكم بمحافظة لحج العام الدراسي الجديد 2020-2021، وخلال حفل التدشين أشاد المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد غائد الشاعر، أشاد بالدور الريادي لجمعية رعاية الصم والبكم وما تحققه من إنجاز في هذا الجانب، مؤكدا استعداد الصندوق بتقديم الرعاية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المجالات لما من شأنه دمجهم في المجتمع دون أي معوقات. وأوضح رئيس جمعية رعاية الصم والبكم عبد الله مهدي، أوضح أن تدشين العام الدراسي الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية وكل العاملين في مجال رعاية وتأهيل الصم والبكم بالمحافظة، والذين يواجهون تحديات كبيرة. هذا وكان رجل الأعمال علي حسين البلعسي عضو مبادرة من أجل لحج قد أعلن خلال حفل التدشين تقديم 1,000,000 ريال لصالح جمعية رعاية الصم والبكم بمحافظة لحج. وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة وتقديم الجوائز والشهادات التقديرية لهم وتوزيع الحقائب المدرسية للطلاب والمقدمة من شركة إسمنت الوطنية. انطلقت بمدينة مأرب البطولة السنوية لتنس الطاولة ولعبة الشطرنج والتي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بالمدينة بمناسبة أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. تفاصيل في سياق هذا التقرير. شباب ورياضة في حكومة تصريف الأعمال نايف البكرية ومحافظ محافظة مأرب الواسطة الأرادة دشنا مدير عام الشباب والرياضة علي عبد الله حشوان ومدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان ومستشار وزارة الشباب والرياضة داود علوة البطولة السنوية لكرة الطائرة ولعبة الشطرنج والتي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية المدينة احتفاء بعيد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. وزارة الشباب والرياضة ومكتب الشباب بالمحافظة يوليان الأنشطة الرياضية والشبابية اهتماما كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، سعداء في هذا الصباح الباكر أن نحضر تدشين فعاليات بطولة الطاولة والشطرنج الذي يقيمها مكتب الشباب والرياضة بالمدينة برعاية كريمة من معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري واللواء سلطان بن علي الأرادة وبإشراف مديرية المدينة لعدد 76 في الطاولة و56 شاب في الشطرنج. بتوجيه من معالي وزير الشباب والرياضة نحضر اليوم لتدشين بطولة تنس الطاولة والشطرنج الثانية التي ينفذها مكتب الشباب والرياضة فرع المدينة. هذا المكتب النشيط الذي يولي الرياضات بمختلف أنواعها اهتمام كبير جدا. سعداء أن نشارك الشباب اليوم، أصبح عدد الشباب المشاركين في هذه البطولات تعدى العام الماضي بكثير، وهذا دليل على أن هناك طاقة كبيرة وثابة من قبل الشباب بحاجة لاستيعاب، ونحن في وزارة الشباب والرياضة نعمل جاهدين على أن يكون هناك استيعاب كبير لمثل هذه البطولات ولمثل هذه الألعاب. قيادة مديرية المدينة ومكتب الشباب سينفذان كرنفالا رياضيا شبابيا بمناسبة اختتام الأنشطة الرياضية والشبابية احتفاء بعيد أكتوبر المجيد في ذكرى 57. سعيدين اليوم بحضور هذه المناسبة برعاية كريمة من معالي وزير الشباب والرياضة والأخ اللواء سلطان علي العرادة محافظ المحافظة وبتمويل السلطة المحلية بمديرية المدينة الذي يقيمها اليوم مكتب الشباب والرياضة، ونحتفي في هذا اليوم بمناسبة أعياد الثورة السبتمبرية الخالدة. تدشين في لعبتي تنس الطاولة والشطرنج، تنس الطاولة الذي يشارك فيه أكثر من 76 لاعبا بينما يشارك في الشطرنج أكثر من 54 لاعبا. ستستمر هذه البطولة بإذن الله لمدة 3 أيام بحيث يتم ختامها مع ختام البطولات الأعياد الوطنية وهي كرة القدم للشباب وكرة القدم للبراعم، وسيتم اختتامها جميعا في يوم كرنفالي واحتفال كبير بإذن الله يكون في يوم 14 أكتوبر. المناشط الرياضية والفعالية الشبابية في مأرب الحضارة والتاريخ، سمفونية يعزفها شباب المحافظة احتفاء ابتهاجا بأعياد الوطن سبتمبر وأكتوبر. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.